النهاردة كان اليوم الثاني لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ، وتحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، واللي افتتحه امبارح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة محافظين من 81 دولة من الدول الإقليمية وغير الإقليمية، دول إفريقية وغير إفريقية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة لوزراء المالية، كبار المسؤولين من القطاع الخاص إلى آخره. طب خلونا نحاول نفهم تفاصيل أكتر حول هذه القضايا المطروحة والتي طرحت أمس وطرحت اليوم. معانا على التليفون دكتور جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا. أهلا بك يا دكتور جيهان. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. الف شكر لحضرتك. في اليوم الثاني ابرز القضايا المطروحه على مائده هذا الاجتماع الهام. طبعا زي ما حضرتك قلت، الاجتماعات السنويه للبنك التنميه الافريقي 2023 تقام السنه دي في مصر، ودي يمكن مش المره الاولى اللي مصر تستضيف فيها الاجتماعات السنويه للبنك، هي تقريبا المره الثالثه. لكن عايزه اقول لحضرتك ان انعقاد الاجتماعات السنويه لبنك التنميه الافريقي في مصر في التوقيت المهم اللي بيمر بيه دول العالم، يعني احنا مرينا بجائحه كورونا وما بعدها من تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه، جه في توقيت مهم جدا للغايه. حتى لو يعني الساده المشاهدين لاحظوا هيلاقوا ان حتى الشعار الرسمي لل اجتماعات السنويه للبنك السنه دي هو تشجيع رأس المال العام والخاص، خاصة صحيح. في مجالات النمو الأخضر أو الاقتصاد الأخضر. أنا عايز أقول لحضرتك أن يمكن يكون الحديث الأيام اللي فاتت والأيام القادمة حتى يوم 26 إن شاء الله هيدور يمكن معظمه في فكرة التمويل، لأن يمكن الأفريقية هي المعضلة الرئيسية فيها هي فكرة الحصول على التمويل يعني لإعادة بناء دول القارة الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أجندة 2063. ولكن للأسف يعني كل الإحصاءات الدولية بتقول إن تقريبا 12% فقط من التمويل اللي بتحتاجه أفريقيا قدرت إنها تحصل عليه، وبالتالي في نسبة تتعدى 88% من التمويل مفقود مش قادرة إنها تحصل عليه، خاصة زي ما حضرتك شايف الوضع الحالي صعوبة في الحصول على أي تمويل من المؤسسات الدولية وارتفاع كبير في حجم أسعار الفايدة في ظل السياسات النقدية. طب سؤال يا دكتور جيهان، يعني احنا دايما نتحدث على ان احنا نقدر نجتذب تمويلات من مؤسسات دولية وأوروبية وما إلى ذلك. إفريقيا قارة غنية جدا بالمعنى الحرفي لكلمة قارة غنية جدا، إفريقيا يورانيوم، إفريقيا ذهب، إفريقيا فضة، إفريقيا بترول، إفريقيا فيها مقومات وموارد طبيعية ضخمة، والمخزون اللي موجود في إفريقيا شديد الضخامة. إحنا ليه بقى بنتكلم على مساعدات من المؤسسات الدولية ومش بنتكلم على استغلال الموارد الإفريقية؟ طبعا كلام حضرتك صحيح، هي يعني من أغنى قارات العالم، ولكن طبعا معظم ثرواتها للأسف يعني بتهدر ولا تستغل الاستغلال الأمثل، وحتى لو تم استغلالها بيتم استغلالها من الاقتصادات الكبرى مش من خلال شعبها أو أبنائها. هي المشكلة ان في فجوة تمويلية كبيرة جدا، يعني زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في افتتاح الاجتماع اكتر من 200 مليار دولار سنويا افريقيا محتاجاه عشان تحقق اهداف التنمية المستدامة، علشان تكافح الفقر، علشان تبتدي في مشروعات التنمية الخضراء، الطاقة المتجددة، الزراعة الذكية، وكل الاساليب اللي يمكن من خلالها الاستغلال طاقة الطاقات والموارد المهدرة والضائعة في افريقيا. ولكن للاسف المعضلة الرئيسية هي كيف يمكن بناء هذه المشروعات. إذا تم بناء هذه المشروعات باللجوء إلى ديون خارجية فالوضع في أفريقيا هيكون سيء للغاية، لأن حجم الديون حاليا يتجاوز يعني أقترب من 800 مليار دولار، وطبعا أسعار الفايدة حاليا في ارتفاع شديد جدا. فكانت الفكرة الرئيسية طب ليه ما ندعمش دور المؤسسات التمويلية الإفريقية عشان تقوم بدورها التنموي في أفريقيا؟ صح. يعني 200 مليار دولار سنويا تقدر تحققهم ازاي؟ تقريبا اكتر من 108 مليار دولار افريقيا محتاجاهم سنويا عشان تقدر تحسن مستوى البنيه التحتيه فيها. فللاسف مبالغ كبيره جدا تحتاجها افريقيا
لا يمكن توفيرها بالاعتماد المفرط على الدول الكبرى او صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، لابد من الاعتماد على مؤسسات تمويليه افريقيه يكون فعلا غرضها تنميه القاره. طيب ما بنشوفش يعني يا دكتور جيهان كحضراتكم كاساتذه اقتصاد وانتم اهل العلم في ذلك، انه هناك ضروره لمراجعه اشكال التعاون ما بين الاقتصادات الافريقيه وبعضها البعض؟ يعني هناك الكثير من الدول الافريقيه زي ما سبق وقلت انه غنيه جدا بموارد الماس، يورانيوم، بترول، ذهب، الخ الخ الخ، وهناك دول اخرى لديها مؤسسات ولديها تكنولوجيا قادره على التعدين، مش بس كده ولكن التعدين الكفء واستغلال هذه الموارد مش في صورتها الخام كمان، ولكن في صوره صناعيه ومن ثم تصدرها الى دول العالم، ومن هذا المنطلق هيبقى في عندي قدره على تمويل مشروعاتي الخضراء وسداد الديون بتاعتي. هل بتشوفوا انه لازم نعيد التفكير في شكل تعاون الاقتصادات الافريقيه مع بعضها ولا لا؟ طبعا طبعا حضرتك اشرت النقطة مهمة جدا. يمكن احنا بقى بنسميها او بنصغها في اطار بندلوها في اطار التعاون الاقتصادي الاقليمي بين او البيني ما بين الدول الافريقية، وده زي حضرتك ذكرت للاسف يتسب بضعف شديد. يعني احنا عندنا 8 تكتلات اقتصادية افريقية من الستينيات حتى الان ما قدرتش انها توصل لنجاح تجربة زي الاتحاد الاوروبي مثلا على سبيل المثال. مستوى التجارة بين الدول الافريقية ضعيف، مستوى الاستثمارات البينية ضعيف، وده يمكن برضه سببه يعني مسبباته كتيرة جدا، يمكن اولها عدم الاستقرار السياسي والامني اللي موجود في معظم دول القارة، البنية التحتية الضعيفة اللي ما تتحملش حجم التجارة او الاستثمارات بتعتبر عامل غير مشجع اطلاقا على المشروعات ديت. للاسف الارادة السياسية يمكن تكون ضعفت في فترة من الفترات، فمعظم المشروعات التنموية اللي كانت بتتفق دول كبرى او حالها الاقتصادي افضل في افريقيا مع دول اكثر ضعفا، كانت معظم المشروعات للاسف بيتم تاجيلها او بتتقفل ملفها تماما بمجرد ما القياده السياسيه بتتغير في الدوله. فللاسف طبعا في مشاكل كتير، بس برضه عايزين نضيف نقطه ايجابيه. يعني يمكن فكره اطلاق منطقه التجاره القاريه الافريقيه، وان شاء الله يعني نتمنى ان يتم التنفيذ الفعلي لمراحلها، تبدا تظهر وحده افريقيه ويبدا يظهر يعني ملامح رئيسيه للجوانب اللي يتم من خلالها تعاون الدول الافضل حالا او وضعا اقتصاديا في افريقيا مع الدول الاضعف. فنتمنى ده، ولكن يمكن مش يعني مش بس الدول تقدر تبقى يعني تساعد بعضها البعض، برضه محتاجين لدور المؤسسات الاقليميه على راسها الاتحاد الافريقي ومؤسسات التمويل الافريقيه، بنك الاستيراد والتصدير الافريقي، بنك التنميه الافريقي، والعديد من المؤسسات لازم تتضافر مع الجهود الدوليه. تمام، أشكرك جدا دكتور جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد، الأستاذ المساعد للاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا.